اتهام متكرر لميليشيا الحوثي بالتهرب من تنفيذ اتفاق سوكولم. وجه هذا الاتهام من قبل الرئيس هادي خلال لقائه بالرياض وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت، حيث أكد هادي للخارجية البريطانية أن ميليشيا الحوثي تهدف من خلال تعنتها في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار المماطلة لكسب الوقت، مشدداً على حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ الاتفاق الدولي حرصاً منها على عملية السلام. الخارجية البريطانية بدت مقتنعة بالجمود الحاصل في اتفاق السويد، حيث وصف وزير خارجيتها التقدم الحاصل في الحديدة بالهش، مرجعاً ذلك إلى انعدام الثقة بين الحكومة والحوثي. لكنه أوضح للرئيس هادي وفق تغريداته بتويتر بأن هذا التقدم رغم هشاشته إلا أنه الأفضل حتى الآن، ومن المحتمل أن يأخذ وقتاً أطول من اللازم. كان وزير الخارجية البريطاني قد التقى قيادات في ميليشيا الحوثي خلال زيارته لسلطنة عمان، وهي الزيارة التي صرح فيها عن ضرورة انسحاب الحوثي من الحديدة والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية. فيما يبدو فإن الوقت اليمني لم يعد يهم لندن كما تدلل تصريحات هانت، بل تسجيل دور دولي لها في اليمن، ولذا بدت حريصة على الاستمرار في الضغط باتجاه الحفاظ على الأوضاع في الحديدة كما هي، بدلاً من الدفع باتجاه اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد والمتسبب باستمرار الكوارث الإنسانية.